كفر صغاب بلدة رائعة جدا بقضاء صغرتها بمحافظة شمال لبنان، بيعود تاريخها إلى ما قبل المسيحية، وهي مثل باقي غالبية القرى بوادي قديشة بلش تاريخها مع استيطان الموارني فيها بجبل لبنان خلال القرن العاشر الميلادي. وفقا للتراث الشعبي، فقد تم بناء كنيسة القديس أوتيل على أنقاض معبد وثني وهو شفيع البلدة، وقد كانت المعابد الوثنية موجودة بالمنطقة مثل ما هو موجود النقش باللغة اليونانية يلي يذكر تاريخ 272 سنة قبل الميلاد والموجود بكنيسة مرمامة بإهدن. وهناك معابد أخرى بالمنطقة مثل دير القديسين سركيسو باخوس بإهدن، ويلي قد تكون بنيت على أنقاض معبد روماني أيضا. ويعتبر ما يذكره الموروث الشعبي حول وجود معبد وثني بكفر صغاب أمر معقول بالنظر إلى الموقع الاستثنائي لكنيسة القديس أوتيل.